مشاهدينا الكرام، أرحب بكم مجددا من دار الإفتاء المصرية، وهذه الرحلة اليومية خلال شهر رمضان الكريم التي يصحبنا خلالها فضيلة الدكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. برحب بحضرتك مجددا يا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا ومرحبا بمشاهدينا الكرام. أهلا بحضرتك. السؤال بيتردد كثيرا خلال شهر رمضان، خاص بالإعلانات الكثيرة التي تنتشر عن تبرعات للجمعيات والمؤسسات الخيرية المختلفة. أسئلة كثيرة تدور في خاطر المواطنين في ذلك الوقت، خاصة في الظروف التي نمر بها الآن مع تداعيات والإجراءات الاحترازية لانتشار فيروس كورونا المستجد. أهم الوسائل التي يستطيع بها المواطن أن يحدد أولوياته في التبرع خلال هذه الفترة، قيمة التبرع، وكيف يحكم المواطن على أن هذا المكان يستحق التبرع. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. والحقيقة هذا الموضوع موضوع مهم، ويكثر السؤال عنه. هي المؤسسات والجمعيات الخيرية فكرة جيدة في النيابة عن الأفراد لتوصيل الخير لمن يستحقه، سواء كان الزكاة، الصدقة، التبرعات العينية، الأوقاف أحيانا، يعني فكرة أن يبقى في صدقة جارية، وكل هذا الناس جميعا بتفكر فيه في هذه الأوقات، وهذا شيء حسن نحن ندعو إليه ونهتم به، وخصوصا لما يبقى فيه وقت عسرة ووقت احتياج ندعو إليه. فالجمعيات والمؤسسات هي نيابة أو نائب عن الأشخاص في هذا الأمر، وإذن من الناحية الشرعية دي بتقضي التعامل معها بيقضي الأمر. إلا أن، وهنا لابد أن نحذر، أن هناك بعض الذين يعملون في السر وفي الخفاء بادعاء لما يستولوا على الأموال وتذهب إلى غير الطريق الذي نريد نحن كوطن، إلى غير الطريق الذي نرجو. ولذلك هنضع بقى عدة معايير لما ستخرجه أنت ولما للجمعية التي تختارها أو المكان الذي تختاره. المكان الذي تختاره بصرف النظر، المكان الذي تختاره لتضع فيه مالك هو المكان المعتمد من الدولة. لماذا المعتمد من الدولة؟ لأن هذا شيء في العالم، وهذا موضوع عليه رقابة الدولة، فبالتالي المكان المعتمد من الدولة لهذا هو المكان الذي تختاره. تختار ما هو قريب منك في قريتك، في ماشي، تختار ما هو ما ترى أنه أقوى في ماشي. الأهم أن يكون في العلن، أي تحت تنظيم الدولة مشرفة عليه وبوضوح ومعروف. ماذا أفعل أنا بقى في الأموال التي معي والتي أريد أن أتقرب بها إلى الله؟ أرتب حسب الأولوية، في هنا أولوية. فالذي معه وجبت عليه الزكاة يقدم الزكاة، يخرج في الزكاة ويعلم الجمعية أن هذه أموال الزكاة. وغالب الجمعيات والمؤسسات يعرفون يعني إيه أموال الزكاة ويعني إيه مصارف الزكاة. ثانيا، اللي يريد يفعل أكثر ذلك، ونحن ندعو في مثل هذه الأيام، وإحنا قلنا الصدقة بتدفع البلاء، والصدقة والوجود ينفعل بالجود، فالذي يريد أكثر من ذلك أيضا يفعل بعد الزكاة من الصدقات ما يشاء، حبذا لو كان إسهام في الصدقات الجارية، في الوقف في الصدقة الجارية التي تنطلق الحسنات من هنا لتكون بعد ذلك بعد الموت، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أولها صدقة جارية عبر الجمعيات والمؤسسات المعتمدة من الدولة. والله سبحانه وتعالى يوفق لما هو الخير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. شكرا جزيلا دكتور خالد عمران أمين الفتوى بدار
الإفتاء المصرية. الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، على وعد بلقاء يتجدد معكم دائما خلال الشهر الكريم. دمتم في رعاية الله وأمنه، حفظ الله مصر، وإلى اللقاء.